عصام يوسف جاب في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي. رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم وموسم جديد من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة عائلات يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم السادس من العباقرة عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين هي العائلة المثالية؟ العباقرة عائلات بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. الموسم السادس لعباقرة العائلات، رمضان 1445 هجرياً 2024 ميلادياً. 32 عيلة من 10 محافظات مصرية. موسم رمضاني بإذن الله جميل وممتع، بنتعرف فيه على عائلات مصرية محترمة. جمهور برنامج العباقرة في مصر والوطن العربي بيتجمع في الشهر الكريم في منافسة في الاستوديو ومنافسة أمام الشاشات في سباق للمعرفة. دايماً في تحدي بين أفراد العيلة وهم بيتفرجوا على البرنامج. ما أجمل إن العيلة المصرية تتجمع في الاستوديو وإن العيلة العربية تستمتع أمام الشاشات من خلال برنامج العباقرة. بشكر كل عائلات المصرية اللي منورانا ومشرفانا في الموسم السادس لعباقرة العائلات. من خلال برنامج العباقرة، البنك الأهلي المصري مستمر في تقديم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. البنك الأهلي المصري هو أيضاً الدعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كل المجالات. كلنا نحيي ونشكر البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. لازم كمان نحيي وزارة التضامن الاجتماعي على المجهود العظيم اللي بيقدموه في المجالات المختلفة، وعلى إيمانهم بأهمية برنامج العباقرة ودعمهم المستمر لفريق العمل. كل الشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباج وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي. نرجع لمصر النهاردة وأول حلقة منافسة قوية ما بين 32 عيلة من 10 محافظات مصرية في كل المجالات، ثقافة وعلم، فن ومعرفة. خلينا نشوف مين العيلة اللي هتفوز بكاس الموسم السادس لعباقرة العائلات، ومين كمان العيلة اللي هتفوز بكاس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للعيلة المثالية. أول عيلة مشرفانا في الاستوديو وصلوا لدور الثمانية في الموسم الخامس من محافظة اسكندرية، نرحب كلنا بعيلة طه. مبسوط جدا اني رجعت الاستوديو العباقره من تاني لانه كان وحشني، وان شاء الله نفوز في ماتش النهارده. الموسم اللي فات العباقره عائلات وصلنا لدور الثمانية. المسابقه كان نظامها مريح اكتر، كان مجموعات، المره دي ماتشات كؤوس من اول ماتش. نتمنى ان ربنا يوفقنا ان شاء الله ونوصل لما هو ابعد من دور الثمانية. تجربه العباقره تجربه عائليه جميله مميزه وايجابيه، لذلك حرصنا ان احنا نشارك الموسم ده. كسبت خبرات كتيرة الموسم اللي فات وحصلت معلومات كتيرة الموسم ده عشان أقدر أساعد عيلتي ونقدم أداء أحسن من الموسم اللي فات. عيلة طه، الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. كانت مفاجأة إن أنتوا تشاركوا تاني بسرعة كده، كانت مفاجأة. لا حبينا الموضوع. الحقيقة عملتوا أداء مشرف جدا في الموسم اللي فات. الحمد لله. ما ننساش إن أنتوا كسبتوا كمان عيلة نيازي، يعني مش أي عيلة يعني. حبايبنا في كل الأحوال. طبعا طبعا. حبايب الكل، عيلة نيازي حبايب الكل. طبعا. ازيك يا يحيى؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ والله الحمد لله كويس يا مصطفى. وحشك برنامج العباقره؟ ايوه طبعا. اصحابك بيقولوا لك ايه بقى في المدرسه؟ لا هم فخورين بيا جدا الحمد لله، وبيشجعوني على طول، والسنه دي ان شاء الله هناخد الكاس ان شاء الله. الكاس مره واحده ان شاء الله؟ يا نهار ابيض. ان شاء الله هنفوز بماتش النهارده ان شاء الله. انتوا جايين سخنين قوي ان شاء الله. في استعدادات حصلت؟ ايوه طبعا، يعني الموسم الاول. مين اكتر حد بيعمل مجهود؟ لا احنا الاربعه فعلا. يعني في معسكر في البيت؟ اه. استعداد للعباقره؟ اه والله. يعني هتنافس باباك الموسم ده ان شاء الله. استاذ مصطفى اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله كويس. كله تمام. اخبار تكنولوجيا المعلومات ايه؟
كويسة الحمد لله رب العالمين. لو عندنا نصيحة واحدة نقولها في المجال ده لمستخدمي الانترنت نقول لهم ايه؟ يهتموا بأمن المعلومات. المعلومات بقت هي البترول في الزمن ده، وبالنسبة لكل واحد أمن يعني البني آدم بقى مشاع، بقى الناس كلها يعني الكوميونيتي. يعملوا ايه بالظبط؟ يقرا كتير عن امن المعلومات، على الاقل عن المعلومات البيزك، يعني لازم يبقى عنده فكره، لازم يبقى عنده باك جراوند، ويبقى عنده كمان سنس كده ان هو مش اي حد، يعني يبقى حريص على معلوماته، حريص على ان هو يبقى عنده باسورد قويه، حريص ان هو ما يدخلش في نتورك اوبن، يتعامل دايما مع الموضوع بحرص زائد، حتى على الاخص بالنسبه للناس العاديه انه يعمل باسورد قويه، يبعد عن 1 2 3 4 5 6 7 8 والحاجات اللي دي سهل جدا انك تعرف. كمية المحاضر اللي بتتعمل في مباحث الانترنت طبعاً انت عارف، طبعاً لان انا الحقيقة حصل لي مشكلة فجأة، لقيت حد مستخدم صورتي على تويتر بقى عنده فولورز وبيكتب باسمي للأسف. انا لما لقيته بيتكلم كلام مش عاجبني طبعاً اتحركت، رحت مباحث الانترنت، وهم الحقيقة مشكورين الحقيقة، عاملين مجهود عظيم من أول لحظة، لأن هو مش موضوع بس إنه يتكلم كلام ما يعجبش حضرتك، هو ممكن يتواصل مع أصحاب حضرتك على إنه أنت طبعاً ممكن يطلب فلوس، ممكن يعمل حاجات يعني. لا هو ابتدى كمان يعمل إعلانات طبعاً على اسمي، وبيستخدم اسمي بصورتي مباحث الإنترنت. الحقيقة خدوا خطوات سريعة جداً طبعاً جداً مشكورين في إن الصفحة دي تتقفل، واتقفلت بالفعل، عندهم جهد مميز جداً يعني عن معلومة غير عادي، وبيتعاملوا مع كل موضوع أكنه موضوعه. بالفعل فرصة إن احنا نحيي مباحث الإنترنت، الحقيقة عاملين دور عظيم، لأن أنا شفت كم مشاكل غير عادية. عشان كده أنا بسأل حضرتك السؤال ده ليه؟ لأن الشباب الحقيقة، وزي ما حضرتك قلت، الإكسبوجر على الإنترنت بقى صعب، كل حاجة في الشارع. نصيحة مهمة، عشان كده احنا بنتكلم في الموضوع ده بالظبط. إن شاء الله. مدام مي، زي حضرتك؟ زي حضرتك يا مستر. أخبار الاستعدادات إيه؟ تمام الحمد لله. ولا هنستعد لرمضان والمطبخ كنافة والحاجات الحلوة دي؟ ولا أي حاجة. ولا أي حاجة؟ لا خالص، ده العادي صيام صح؟ بقى لا صيام، يعني هو مش الصايم ده بيفطر؟ التمر بس خلاص. كسرة خبز. السنة يعني. آسف، أخبارك إيه؟ تمام والله الحمد لله. أخبار أكل مامتك إيه؟ الحمد لله حلو. طب أحلى حاجة مامتك بتعملها إيه؟ بشاميل. تمام، إيه رأيك يا يحيى؟ ايوه طبعا. وايه كمان؟ الفراخ. تمام. والسراج مبسوط من اكل مامته؟ مبسوط صح، شكله كده قاعد مبسوط. انتوا شكلكم التلاته خايفين. مش عارفه ليه، واضح ان في تهديد شديد اللهجه كان في البيت. اكل ماما احلى اكل في الدنيا. صح. ايه رايك يا استاذ مصطفى؟ لا والله يا شاطر ما شاء الله عليه. حتى انت كمان. لا شاطره فعلا يعني. فرصة نشكرها يعني، هي ماسكة الأمن والتموين والإمداد والله. طول السنين ديت تشكر يعني، ما شاء الله عليه، نشكرها فعلا. شكرا ليك يا عيلة طه. الموسم ده موسم مش سهل، بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيلة طه. أما العيلة التانية واللي مشرفانا في الاستوديو، وصلوا للمربع الذهبي في الموسم الثالث من شبر الخيمة، محافظة قليوبية. رحب كلنا بعيلة الباسيوني. دي أول مشاركة ليا في برنامج العباقرة، وطبعاً حاسة بشوية توتر وقلق، لكن عيلتي بتهديني وبتديني ثقة، وأتمنى أكون قد الثقة دي. إحنا سعداء برجعنا مرة تانية، بس المرة دي إحنا جزء من عائلة العباقرة بعد ما اشتركنا في الموسم الثالث. إن شاء الله هدفنا المرة دي هيكون كأس البطولة. مبسوطة إن إحنا رجعنا لبرنامج العباقرة تاني، لأننا متعرف على عائلات أكتر، بنكسب صداقات، وأتمنى إن إحنا نأدي أداء مميز السيزون ده. أنا جاي النهاردة مستعدة بشكل مختلف عن السيزون الثالث، جاي مركزة مجمعة معلومات أكتر عن السيزون الثالث، وإن شاء الله نقدر نكسب الماتش ده. عائلة الباسيوني، حمد لله على السلامة. منى الوافد الجديد الوحيد في حلقة النهاردة، خدت مكان آية. أولاً فرصة إن احنا نقول لآية أختك ألف مبروك الجواز، هي والدكتور كريم، ألف ألف مبروك، ربنا يتمم لكم على خير. ألف مبروك. ازيك يا منى؟ الحمد لله تمام. إحساسك إيه؟
هو حاسه بخوف شويه بس اجواء الاستوديو مفرحاني جدا، وحاسه اني الحمد لله اني بقيت جزء من عيله العباقره ذات نفسها اصلا، يعني دي حاجه تشرف طبعا. استعديتي؟ استعديت. طب انت اهتميتي بأني مجال؟ اهتميت بالتاريخ والجغرافيا شويه وبالمجالات الباقيه بقى، بس انا كنت حاطه كل اهتمامي على الجغرافيا والتاريخ. يعني الجوكر في الجغرافيا او التاريخ على حسب المباراه بقى نشوف. ياه ده ايه محفظاكي كويس قوي. استاذ احمد الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كنتوا فين الموسم الرابع والموسم الخامس؟ اختفيتوا فين؟ احنا ما اختفيناش، احنا مع العباقره على طول قلبا وقالبا، وكمان بنفخر او بنفتخر ان احنا جزء من عائله العباقره، واحنا رجعنا بيتنا ما رحناش بعيد يعني. فيعني احنا مش وحشك الاستوديو جدا جدا، بس احنا يعني قلنا ايه نريح شويه كده وبعد كده نرجع تاني. ولا نستعد؟ هو احنا بنحاول نستعد طول الوقت، لان احنا زي ما حضرتك قلت من شويه، طول ما الحلقات بتذاع طول ما احنا شغالين معاهم بنتابعهم بنجاوب معاهم بنتنافس جوه البيت. بتتسابقوا؟ بنتسابق طبعا. مين متالق؟ انا. يا سلام على التواضع. نسال مدام مشيره رايك ايه؟ بالفعل صح زي ما هو بيقول. فعلا ايوه فعلا والله. طب ومريم؟ طب وانا والواحد منا جاي. انا كمريم رحت فين؟ لا لا كل واحد مننا مشغول يعني بحاجه مثلاً. ايوه كل واحد مشغول بحاجه بس هو متفرغ بقى. مريم طبعا ما شاء الله في كليه الطب، الف الف مبروك. الحمد لله. الله يبارك فيك. برافو عليكي، حققتي حلمك الحمد لله. خلينا نرجع نشوف مريم ايام ما كانت بتتكلم على حلمها، ونرجع نكمل كلامنا مع مريم مره ثانيه. حلمك تخش كليه الطب؟ ايوه. بتفكري ازاي في مستقبلك؟ اولا انا نفسي ابقى زي دكتور مجدي يعقوب، هو شرف لينا كلنا وكل يتمنى يبقى زيه، وانا اتمنى ان اكون زي دكتور مجدي يعقوب في احقق نفس اللي حققه. وبرده بابا كان بيعاني من امراض في القلب وعمل عمليه، واحنا كنا كلنا بقى قاعدين خايفين ومتوترين، وبصراحه قعدنا ندعي لكل الدكاتره كلها اللي في المستشفى، وانا اتمنى اشارك في حاجه زي كده. ربنا يوفقك وتحقق حلمك باذن الله. ما اجمل انك تقول حلمك وتحققيه. الحمد لله. انت عارفه اجمل حاجه في ايه كمان؟ ايه؟ انك بتنقلي رساله لكل حد بيحلم. فعلا بصراحه، يعني حتى طلبه ثانويه عامه اللي هم السنه دي كل شويه حد يكلمني ويحكي لي بقى عملت ايه ومش عارفه ايه، بصراحه ببقى مبسوطه جدا وحاسه ان انا لا انا بساعد وبشارك في حاجه زي كده، او بشارك في تحقيق حلم حد كمان. وكمان كنت في مدرسه بهتيم. كنت. وكنت بتقولي برضو ده حلمي. كنت مصره على الحلم بتاعي وحققتيه الحمد لله. برافو عليكي، اكيد اكيد احنا فخورين بيكي. الحمد لله. العيله عيله العباقره كلها فخوره بيكي. الحمد لله. برافو عليكي. متوقعه ايه من الموسم ده؟ صراحه انا متوقعه ان هو هيبقى موسم صعب جدا، خصوصا ان اول حلقه مع عيله طه، عيله شاركت قبل كده، بس بصراحه احنا مستعدين. تحذير شديد اللهجه يا يحيى، عيله بسيوني مستعده، عشان كده بدايه الموسم بدايه قويه ومقلقه جدا، نهائي مبكر. ربنا يستر. عيلة البسيوني بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا عيلة البسيوني. النهارده معانا جمهور جميل جدا، جمهور متطوع في وزارة الشباب والرياضة. أنا الحقيقة مبسوط بيكم جدا وفخور إن أنتوا جايين تشجعوا العائلات المصرية، ودايما استوديو العباقرة مفتوح علشانكم. بشكركم. رمضان كريم والموسم السادس لعبقرة العائلات، ست فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو أكمل مقطع الأغنية التالي، ما تفوتنيش أنا وحدي. أفضل حيل فيك خليش الدنيا تلعب بيا وبي. لا ده ما غناهاش، ده غناها وبعتها رسالة كمان. إجابة صحيحة. مين اللي بيغني الأغنية دي؟ سيد مكاوي ولحن سيد مكاوي. برافو عليك. مين الشاعر اللي كتبها؟ حسين السيد أو محمد حمزة ممكن. برافو عليك حسين السيد، برافو عليك. يستحق الحقيقة، يستحق يختار مين اللي بتنزل الأول.
الحمد لله. الفرسيوني هتبتدوا الأول. تمام. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم. الجوكر في العلوم ولا إيه؟ محدش عارف؟ احتمال. هنشوف. جغرافيا والسؤال هو: تشتهر بحيرة خندسي بساحة الرياضات المائية، ففي أي دولة آسيوية تقع؟ بحيرة صناعية تم إنشائها 1840 ميلاديا، محاطة بالتلال الخضراء، أهم الأنشطة فيها صيد الأسماك وركوب المراكب والدراجات المائية. ثانية، 19 ثانية يا مريم، إجابتك. اليابان. اليابان إجابة خاطئة، مش اليابان. الهند. الهند، توقعت أنك هتقول بلد تانية خالص. اشمعنى الهند؟ الاسم جاي كده. الاسم هندي؟ في خط محدش. آسر، إجابة صحيحة. خطفت يا آسر، برافو عليك، وخطفت أول 10 نقاط من عائلة بسيوني. قال طه سؤال في الجغرافيا، وإمتى الجوكر يا يحيى؟ تاريخ. في التاريخ، تمام. جغرافيا والسؤال هو: في أي دولة خليجية تقع هضبة الأحمدي؟ على ارتفاع 137 متر فوق مستوى سطح البحر، بتتكون من كربونات الكالسيوم، في جنوب الدولة دي. ثانيتين. الكويت. طب وقعدت 18 ثانية ليه لو متأكد إنها الكويت؟ لا مش متأكد. مش متأكد. إجابة صحيحة. 10 نقاط. برافو عليكم عائلة طه، 20 عائلة طه، عائلة البسيوني، تاريخ والسؤال. تم توقيع اتفاقية الجزائر عام 1981 بين الولايات المتحدة الأمريكية وإحدى الدول، فما هي؟ طلبة احتجزوا رهائن أمريكان، اعتراض على استقبال أمريكا الحليفة، استمر الاحتجاز 444 يوم، الأمريكان فشلوا في تحرير الرهائن، كانوا 52 رهينة. إجابتك؟ فرنسا. يعني فرنسا هتحتجز رهائن أمريكان؟ لا، إجابة خاطئة. هنشوف باباك إداك هدية ولا ما إداكش هدية. إيران. إيران. تعرف باباك لو مش واثق كان جاوب هو، بس شكل باباك واثق من إجابة، ولا إيه رأيك؟ احتمال كبير. احتمال كبير. يحيى، إجابة صحيحة. أقربوا عنهم مقابل تجميد العقوبات المفروضة على إيران. 30 عائلة طه، وحان معاد الجوكر. تاريخ والسؤال هو: مانويل ماريرو كروز هو أول رئيس وزراء لإحدى دول الكاريبي عام 2019 بعد عودة المنصب، فما هي؟ المنصب ده اتلغى 1976، كان وزير السياحة لمدة 15 سنة. كوبا. كوبا؟ باباك برضو اللي اداك الهدية؟ طب انا عايز اعرف باباك بقى ما بيديش الهدايا الاسر ليه؟ قاعد بعيد. يحيى، اشكر باباك، اجابة صحيحة. جميل جدا الطبطبة اللي انت بتطبطبها على باباك دي، جميلة جدا، يعني انا حسيت بيها قد كده، انت بتشكره، حاجة جميلة جدا.
نتيجة 50 عيلة طه مفيش نقط عيلة البسيوني. عيلة البسيوني ابتدت تعلق، خلي بالكم. أدب والسؤال هو: الشعب يجلس على العرش هو كتاب لصحفي مصري راحل، فمن هو؟ 12/1997 بيتكلم عن بداية عمله في الصحافة وعلاقته ببعض المشاهير المؤثرين زي هيكل والشعراوي وتوفيق الحكيم. أستاذ أحمد البسيوني، إجابتك. إبراهيم نافع. إبراهيم نافع، إجابة خاطئة، مش إبراهيم نافع. مدام مي. إبراهيم سعدة. إبراهيم سعدة. يعني هو بيدي الإجابات الصح اللي يحكي؟ لا بجد. يجي عندك يديك إجابة وتبقى غلط؟ بجد؟ إن شاء الله صح. ينفع كده؟ لا ما ينفعش. طب هنعمل إيه في الموضوع ده؟ هزع. مشكلة. كان الله في عونك. إجابة خاطئة. عد بسوني 50-50؟ لا هتخلوها للعلوم. مجرد رأي لمين؟ صلاح منتصر. لصلاح منتصر. هارد لك. السؤال اللي جاي في الأدب عيلة طه، أدب والسؤال هو: من هو الكاتب الآسيوي مؤلف رواية The Garlic Ballads؟ نشرت 1988 بتحكي عن معاناة المزارعين لما شجعتهم الحكومة عشان يزرعوا توم وكان عندهم مشكلة في تسويقه وباظ التوم قدامهم. مين؟ ياسوناري كاواباتا، الأديب الياباني العظيم، ولكن للأسف الشديد إجابة خاطئة. الأديب ده مشهور إنه بيكتب عن الريف. هو إحنا ممكن نعرف جنسيته؟ كنت قلت له خد نوبل؟ في إجابة، دوس على البازر، لازم يبقى فير جيم. مويان؟ دي إجابة مين؟ إجابتي. ولا إجابة مامتك؟ لا إجابتي أنا. إجابة صحيحة. مويان هي الإجابة الصحيحة. 10 نقاط، أول 10 نقاط لعيلة البسيوني. ايه ياسر؟ كنت كتبها اول اجابه. طيب غيرت رايك ليه؟ عيلة طه 50 وعيلة طه متقدمين. اخر سؤالين في الفقره في العلوم، واول سؤال لعيلة البسيوني، وحان معاد الجوكر. علوم والسؤال: البحر الخالد هو حيوان لا يموت الا بتاثير عامل خارجي، فإلى أي أنواع الحيوانات البحرية ينتمي؟ فك علماء في إسبانيا الشفرة الجينية للنوع ده. الوحيد القادر من النوع ده على العودة مدام مشيرة. أنا يستر. إجابتك. أي أنواع الحيوانات؟ الرخويات. الرخويات بـ 20 نقطة. برافو عليك، إجابة صحيحة. 20 نقطة مهمين جداً لعائلة البسيوني. عائلة البسيوني النتيجة اتغيرت، 30 عائلة البسيوني، عائلة طه 50. وآخر سؤال في الفقرة علوم والسؤال: من هو العالم الإنجليزي مخترع أول تلسكوب عاكس قابل للاستخدام عام 1668؟ كانت الصور الناتجة واضحة وطورت كتير في صناعة التلسكوبات. عالم إنجليزي. وجهاً إلى وجه، ما اديناش هدايا لحد. إجابتك؟ جيمس هابل. 1668؟ مختلف معاك، إجابة خاطئة. فرصة 10 نقاط مهمين جدا. الله أعلم مين اللي هيجاوب. أستاذ أحمد. نيوتن.
نيوتن. السير إسحاق نيوتن إجابة صحيحة. 10 نقاط. مهمين جدا لعيلة البسيوني، النتيجة اتغيرت، 40 عيلة البسيوني، 50 عيلة طه. زي ما قلت نهائي مبكر، سؤال واحد بس ما تجاوبش في الفقرة الأولى. حقيقة عيلتين يشرفوا أي برنامج في مصر. الحمد لله. ما شاء الله عليكم، فعلا أنا فخور بيكم جدا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 90 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات.